بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة وأن تشتركوا في قناتي وأن تشاهدوا هذا الفيديو من الأول للآخر لتستفادوا من هذه الفكرة بإذن الله. إلى نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. فيديو اليوم إن شاء الله راح يكون، بما أنه رانا في فصل الصيف والحال سخون وأكم عارفين الحالة كيفا، دونك حبيت ندير معكم فيديو تاع حجاب كلوش ولا حجاب فورم يكون مريح للصيف ويكون تاني يعني مهوي. الفكرة تاعو ولا كيفاش حنديرو هاد الحجاب، لازم تكون عندنا قطعة قماش على الأقل فيها 3 مترات، لأنه الحجاب الكلوش ولا الجيب كلوش ياكل القماش كما قلت لكم، ولازمنا 3 مترات. واليوم الكتان تاعي يعني راح يعاوني مش هيعاوني، لانه القماش تاعي اليوم هو عباره عن قماش مخطط جيب لوسيال. نوري لكم اني مفرشاتو على اساس باش ندير جيب كلوش، وبعد نعاود نوري لكم خطوات العمل باذن الله. بون شوفوا معايا القماش تاعي، قلت لكم كيفاش جاي مخطط هكا، وجايه الجهه هذه جهه، شوفوا هنايا جايه فونسي على هذه. دونك هذا القماش يعني تاع الخطوط بصفه عامه، لازم نكون نعرف نخدموا عليه، سينو راح يخرج لنا خلطه كبيره. دونك راح نوري لكم ان شاء الله خطوات العمل كيفاش نخدموا جيب كلوش، ومن بعد نروحوا يعني للقطعه للصدر ولا واليدين باذن الله. بون بالنسبه للحجاب كلوش ولا الفورم، الفكره تاعو كيفاش راح نجيب معكم قطعه ورقه، يعني تخيلوا هذه الورقه هي التيسو تاعنا ولا القماش. ورقه مثلا القماش كما قلت لكم راح يكون عندي الطول 3 مترات، ولو على حسابك سا ديبون كاليت كو فيه متر ونص كاليت كو، كل واحد كيفاش. واش راح نديرو فيكسي الكاميرا، شوفوا ناخذ القطعه تاعي تاع القماش، هذه هي الطول تاعها كما قلت لكم من هنايا لهنا 3 مترات، والعرض يعني متر ونص تكفي. راح نطوي القماش تاعي كامل كما هو على 2 كامل من جهه الطول، طبعا على 2 انا طويته على 2 بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب الراس تاع الحجاب تاعي من هنايا ولا من هنا عادي. شوف راح نجيب هذا الراس اللي هنا يعني طويته، ونطويه نرجعو على الجهه الاخرى على شكل مثلث بهذه الطريقه، بحيث اني نتاكد بلي راني تحصلت على شكل مثلث كي تتسوى لي هنا. وفوالا هذا نفس الطريقه نعملها على القماش بهذه الطريقه، ومدير كيما هكا طبقته. شوفوا اولا نعاود معكم الطريقه، القماش تاعي تيسو فيه 3 مترات، طبقته على 2 ياك، وعاود بعد ما طبقته على 2 جبته طبقته على شكل مثلث بهذه الطريقه هكا. دوك نفذ معكم الكاميرا باش تشوفوا معايا مليح كيفاش خرج لي الشكل. ها هو شكل مثلث. واش نديرو دوك حنا الا بغينا الجيب كلوش تاعنا نديروه من الفوق من جهه الخصر، يعني نوصلوا لا جيب مع الفوق تاع الحجاب تاعنا من جهه الخصر، نقيسو قياس الخصر هنا نديروه ربع الخصر، ولا بغيناه على البطن ثاني نديرو ربع البطن، ولا بغيناه تحت الصدر شويه نديرو ثاني هنا جوست تحت الصدر. انا هنا في الموديل تاعي راح نديرو عند الخصر نلاقي بين القطعه السفليه والقطعه العلويه. دونك واش ندير معكم، ناخذ قياس الخصر دائره الخصر نقسموها على 4، وندير كيفاش نوري لكم ان شاء الله كيفاش نخدموا عليها. شوفوا تجيبوا مثلا، تجيبوا المتر تاعكم مثلا، طيح لكم الخصر تاعكم 92 تقسموها على 3 طيح لكم 23 مثلا. تجيبوا الراس تاع المتر تاعكم من هنايا هنايا تحطوا قد وتقيسوا تهبطوا بهذيك هذاك القياس مثلا 23 تهبطوا بهنا. انا مثلا هنا بما انني نخدم مجسم صغير راح نهبط 4، هاو القياس هذاك اللي قلت لكم ربع الخصر اللي نهبط به هنايا. شوف نحط هنايا نقطة ومنها نقطة ونمشي هكا ندور. لازم اليد تاعي والاصبع تاعي يكون على راس المتر بهذه الطريقة، ونمشي ندور 4 وندير مثلا من 4 هكا. هادي راني درت ربع الخصر، من بعد نوصل بين هادو 3 نقاط، هادو نوصل بين النقاط كامل. انا هنا في هاد الموديل مجسم صغير درت 3 نقاط، وانتوما كي يكون كبير ديروا النقاط تاعكم كامل. ومن بعد تحسبوا شحال عندكم من الخصر
ولا إداد هنا إدادة الثوم درتها من تحت من عند الخص، إدادة الثوم من عند البطن، نحسبه من البطن لتحت شحال، أكيد مع زيادة تاع الكفة تاع السفلية واحد 3 سنتيم. وإلا درتو القياس تاعكم من تحت الصدر تاني تحسبوه من تحت الصدر حتى لتحت. أنا راني ندير هنا مجسم صغير، أنا جاتني كدرت القياس تاعي عندي من الخص هنايا حتى لتحت جاتني 92 سنتيم مع زيادة تاع الخياطة. هنا مثلا كيما المجسم الصغير راح أشوفو أول حاجة، شوفو شح ندير، نحط المتر تاعي على الراس هنا، نحط نقاط مثلا هنا كيما قلت لكم أنا جاتني 92، النقطة الأولى نديرها هكا، ومن بعد النقاط الآخرين نعاود نرجع الراس المتر تاعي الفوق ونشوف شحال جاني هنا القياس. بعد معكم هنا نشوف شحال جاني القياس، نفس القياس اللي جاني هنايا مثلا في هذا المجسم الصغير جاني 14. على هذا هذه الطريقه يعني قادره نشوفه، قادره نحط المتر تاعي هنايا ونمشي من هنايا من هذه وندور، بصح باش تجيني الدوره مريقله احسن نطلع الراس تاع المتر تاعي هنا وناخذ نفس القياس ونعود نمشي به هكا باش نتاكد باللي مانيش غلطه في الحسابات تاوعي، ويجيني لا جوب كلوش كيما بغيتو. دونك نبدا نمشي بالنقاط تاعي اللي درتهم فوالا، بهذه الطريقه نمشي فيه كامل، ندور عليه كامل. بعد اخر حاجه نوصل بين هذوك النقاط اللي درتهم هكا، بعد ما درت هذوك النقاط نوصل بيناتهم بهذه الطريقه. اكيد نكون هنا مخليه حق الخياطه تكون ديجا دارته في الحساب تاعي. بعد ما كملت هكا ناخذ المقاس تاعي، نكون مثلا بهذا القياس هنا راني ديجا مثلا انا قلت لكم هنا هبطوا 23 ياك، انا مثلا جاني ربع الخص تاعي 23، انا ما نهبطش كاع 23، نهبط 22 باش نخلي 1 سنتيم تاع الخياطه مثلا، يكون هنا 1 سنتيم تاع الخياطه مثلا يكون هنا هكا، هذا هو. وهنا تاني كي قلت لكم انا هبطت 92 سنتيم، هبطت 92 من هنا لهنا 92، وكي طلعت للفوق لراس القمه جاتني 116، دونك هنا هبطت مثلا ب 117 ماشي 116. ومن بعد نقص، اقوم بعمليه القص عادي، نقص بحساب قياس الخياطه اكيد. بسم الله، تخيلوا هذه القطعه هي القماش، انا ندير لكم مجسم صغير باش تفهموا معايا اكثر، تخيلوها هي القماش تاعكم فوالا. بهذه الطريقه نقص الورق تاعي ولا الباترون تاعي، جيب كلوش سي با راح نديرو في باترون، تقدرو ديرو ديريكت في القماش تاعكم. ها هو حصلنا هنا لا جيب كلوش، شوفوا هاد لا جيب كلوش كيما درتها، عندي فتحه من جهه واحده، تقدروا اذا بغيتوا تزيدوا تفتحوا الجهه الاخرى هذه هنايا باش تجيكم يعني الخياطه تجيكم في الجانبين، وتقدروا تخلوا هاد تخلوها فتحه واحده وتغلقوها من جهه الامام ولا تغلقوها من جهه الخلف كيما اللي تساعدكم عادي، ما فيهاش مشكل. دونك هذا اللي بقى لي هنا، هاد قطعه مثلا قطعه القماش اللي بقات لي هنا هي اللي راح ندير منها اليدين، راح ندير منها الصدر والجزء العلوي سواء الامامي ولا الخلفي. مثلا اذا بغينا الجزء العلوي تاعنا يكون مغلوق هنايا ما يكونش مفتوح، ما تكون يعني حتى لو كان درنا فتحه نديرو فتحه صغيره تاع الازرار. هنا في هذا الموديل راح نطبق معكم الطريقه اللي درتها في هذاك الحجاب اللي درتو غوز، وكان للاسف تمحى لي جزء التفصيل، راح نعودها معكم في هذا الموديل. دونك راح نخلي الجزء هذا الجزء مغلوق. هنا واش راح ندير باش مثلا انني مثلا او عندي الباترون تاعي تاع الكورساج تاعي، بصح هنا راني ندير لكم مجسم صغير، راح ناخذ مثلا ندير قياس هكا ابيبي شحال راح ندير في الخصر مثلا حتى لهنايا. شوفوا نصم الصدر تاعي، عفوا رقبه، ناخذ اول شيء رقبه، بعد الاكتاف، بعد الاكتاف ناخذ اليدين، نهبط هكا شويه اليدين نريقلهم، وبعد نهبط هكا فوالا مثلا هكا. هنايا كيما وريت لكم في الحجاب تاع الجين اللي درتو، حجاب جين كي درت لكم في التحت كاع قلت لكم هذيك الجهه السفليه ما تخلوهاش مثلا تهبط ديريكت، ديروا لهاد الانحناء هنايا في هذا الموديل، ديروا الانحناء هذاك هنا ما تخلوهاش تهبط كاع هكا، ديروا الانحناء هكا هنا بهذا الشكل ياك. هنا راني دايره
نصف الامام، بصح كي نجي نقص ندير حسابي راح ندير نصف الامام ونصف الخلف هكا، ها ونصف الخلف راهو هنايا هكا. وبالنسبه لليدين ثاني نخلي الحفره تاعت اليدين، شوفوا عاد نقص الموديل تاعي. هذا مثال يعني مجسم صغير باش تشوفوا باللي 3 مترات يعني راح تخلي لكم بلاصه تاعت الصدر، عفوا على الامام والخلف، وتبقى هاد الجهه تاعت اليدين عادي ما تخافوش منها ولا. وتقصوا الموديل تاعكم بهذه الطريقه فوالا. هنايا على اساس اني نخدم في الخلف مع الامام، دونك نخلي هذيك الزياده تاعت اليدين في الخلف، ومن بعد نجي كي نروح لجهه الامام نعاد نحفرها. نقص الموديل تاعي بهذه الطريقه، اكيد نخلي القياس تاعي تاع الخياطه، ما نقصش كل شيء. شوفوا كيفاش خرج معي مجسم صغير. دونك في هذا الجزء هذا وحده نخليها امام وحده نخليها خلف. هذا الجزء راح نرجعو امام. انا نعطيكم غير مثال مصغر، ماشي زعما تروحوا ديروا كيما هكا تروحوا في الموديل تاعكم ديروا جهه نصف امام ونصف خلف. نعطيكم مثال مصغر فقط، نتوما اكيد راح يكون عندكم الكورساج تاعكم ديجا واجد عليه، راح تخدموا الامام تاعكم والخلف. شوفوا بهذه الطريقه تجي، شوفوا هذا نصف الامام لانه الامام اكيد الرقبه تاعو تجي محفوره على الخلف، وهذا نصف الخلف. شوفوا من ناحيه اليد هنا، اليد تاع الخلف جايه زايده 1 سنتيم على هذا، وكي نقلبوها منها شوف ها شوفوا جاتني الخلف هنايا زايده 1 سنتيم، والامام هكا هادي. وراه اللي بقالي من هذا اللي بقالي هنايا نعاود نخرج اليدين. اليدين حيكونوا اكيد كما نعرفوا اليدين مطويتين هكا. نجيب مثلا نصف هذا تاعي، ندير مثلا يدين، نجيب بالباطو اكيد كي وعدنا يكون عندنا وجه الباطو. نص مثلا يدين تاعي من هنايا، شوفوا معايا من هنا. انا دركا في هذا الموديل راح ندير اليدين هنا من الفوق جايين بومبي، دونك كي ندير بومبي ندير حسابي من الاول راح نخلي واحد الزياده. شوفوا معايا خلي واحد شويه زياده هنا هكا، نصم اليدين ها نصم اليد تاعي مثلا. هذه اليد تاعي يا اخي تمشي تكون واسعه من بعد ضياك هاي حتى لهنايا، والفوق هاي اليد تاعي، والفوق هنايا نصم نطلع هذه هنايا هكا باش ندير حسابي. ومن بعد كي نجي نقصها ندير لكم ابيبي، انتم يكون عندكم اكيد الباطو تاع اليد واجد باش يسهل عليكم الخدمه. فوالا نوصل حتى لهنايا، بعد هنايا ندير الشكل تاعي تاع اليدين بهذه الطريقه. نقص هاي حصلت على يد هاي، شتو جايه واسعه ومن الفوق جينا بومبي. دونك هاو الموديل المصغر عندنا، عندنا الجيب كلوش هاهو، وعندنا الجزء العلوي هذا الامامي وهذا الخلفي، وعندنا اليد، ومازال باقي لنا القماش. شوفوا شحال باقي في القماش، شفتوا نحي هذا شوفوا شحال باقي في القماش باش تفهموا معايا اكثر. يعني فصلت من 3 مترات خرجت جيب كلوش تاعي، وفصلت الامام والخلف اكيد يعني من هذا اللي بقى هنايا راح يجيكم نصف امام ونصف خلف وزوج يدين، يعني راح تكفيكم 3 مترات. دونك نروحوا للقماش باش نفهموا اكثر واكثر على بركه الله. بالنسبه للقماش انا طويت القماش تاعي على 4 كما وريت لكم في الشرح في الورقه باش نستغل الوقت. راني حددت هنا كما قلت لكم مشيت واحد 23 سنتيم هكا، ورسمت خط كما راكم تشوفوا هنا بالجون نقرب لكم اكثر. هنا انا رسمت سوا سوا، ومن بعد كي نجي نقص نزيد 1 سنتيم تاعي هنا هكا. شديتهم هنا بليزيبانغل باش ما يقعدش يبوجي القماش. وهنا تاني في التحت هبطت القياس تاعي هنايا وراني رسمتو. شوفوا هنايا الخطوط تاعي جايه بهذا الشكل هنايا. دوكا كي نروح للصدر واليدين لازم انا نعرف كيفاش نلعب في الخطوط هادو باش يجيني الشكل باهي. هاو اللي بقالي، شوف شحال بقالي، بقالي هذا كامل راح ندير منه الصدر الجزء العلوي الامامي والخلفي، ندير منه اليدين. دونك على حسب الرسم هذا تاعي نزيد واحد هنايا نزيد واحد 3 سنتيم على جال الكفه تاع التحت، هنا من الفوق نزيد 1 سنتيم فقط. نقصوا ونرجع لكم ان شاء الله. شوف معايا انا اصدقائي هنا هذيك الجهه اللي نحيت فيها الجيب كلوش، يعني ما حركت والو في القماش كيما راه مطبق على 4. حطيت الباترون دو باس تاعي
هنا راه فيه هاد لي البانس. من بعد ندير لكم شراك كيفاش نديروا لي البانس. هنا راني حطيته بصح نديروا حسابنا بلي الخصل تاعنا هنا القصه تاعي راح تكون هنا هذا الجزء، يعني الا درتو راح يجيني زياده انا هنا، لانه هنا درتو حتى لدائره الاوراق. دوك راح نقص هنايا ولي باقي راح يدير اليدين. هنايا راه مطوي على أربعة، يعني اليدين مش حنفصلهم على هذا هنا، راح نحي هذو الجزئين، راح نفصلو على هذا لتحت. شوفوا راه بالشعيط، واليدين برك نطول نزيد لهم في الطول من الفوق عادي. ها هو الباترون تاعي، هو عندي حق الخياطه من جهتين، شوفوا عندي حق الخياطه من جهتين من الفوق برك هنا نزيد. دونك هاد الباترون كيما قلت لكم تاع هاو، ندير منه الخلف وندير منه الامام عادي، راح نطويه حتى لهنا هكا بهاد الطريقه. القص تاعي راح يكون هنايا عند الخصر هنايا، وكان نلحق انا نزيد قياس الان سنتيم تاعي وندير هذيك الانحناء هنايا. واليدين عادي كيما وريت لكم في الباترون تاعي، راح ليا راح نخلي شوفوا اليدين الشكل راح تحصل، راح تحصل عليه راح يجيني نشوفوا مخط الخطوط جاية بالعرض هكا، يعني راح يجيني شغل نكسر الخطوط، راح يجيني كسر في الخطوط بارابور الامام. امام شوفوا جاي هكا، قصدي الجزء العلوي جاي هكا مايل الخطوط تاعو، والتحت تاني جايين مايلين ويدوروا، يعني راح يخرج لي شكل طوب. دوك راح نرسم هذا الجزء واليدين ونرجع لكم ان شاء الله. شوفوا معي اصدقائي هنا بعد ما رسمت الجزء العلوي اكيد بزياده الخياطه، هذا اللي هنايا الساع الخلف راح نقص كل شيء خلف، ومن بعد اللي من الداخل راح نقصها ان شاء الله تاع امام. بالنسبه هنا لليد كنت قلت لكم من قبل ماذا بكم، لانه هذا خدم تاع الباترو الاساسي، كنت قلت لكم ماذا بكم الحجاب ما تخلوهش يدوك شغل الجيب كشغل بودي. واش راح ندير؟ راح نهبط شويه في اليد باستعمال البيروكي. واش راح ندير؟ شوفوا كيفاش حنحط البيروكي تاعي. راح نحط البيروكي بهذه الطريقه بحيث انه الفوق تاعها راح يكون على هذه، ونهبط بقياس واحد 2 سنتيم هنايا. حنزيد في الحفره تاعي تاع اليد باش ما تجينينيش عند البط هنا. وبالنسبه للتحت كيما وريت لكم الفيديو السابق تاع حجاب جين، راح نستعمل بيستولي، راح نعمل هذيك الانحناء اللي هنا لتحت هذا مكان. قبل ما نقص بغيت نوري لكم هاد الخطوتين باش ما تتلف لكم شويه. شوفوا هنا راح نعمل انحناء صغيره باستعمال بيستولي، ومن الفوق تاع اليد راح نهبط شويه واحد 2 سنتيم حتى 3 سنتيم ماكسيموم، يعني ما تزيدوش ياسر باش تكون، يعني نهضر لكم على حجاب صيفي يكون مريح وما يكونش مجيني عند البط. الشكل اللي تحصلت عليه بعد ما استحفظت اليد هنايا من تحت، هاد الزياده اللي راني زدتها هنا واحد تاع حتى 3 سنتيم لازم بعدا نزيدها في العرض تاع اليد. هنا اليد كيما قلت لكم حنفصل على هذا التحت، هنا مش حنفصل على هذا الفوقاني، راني خليتها غير ما بين قص، يعني العرض تاع اليد من هنا نزيد واحد دو حتى 3 سنتيم. اصلا اليد ثاني الفوق تاع اليد ومن هنا ثاني نزيد. دوكا كي نحل معكم هذا كامل راح تشوفوا ان شاء الله راح يكفيني وما مش حنكون ديرانجيه باذن الله. وهنا شوفوا معايا بالنسبه لليدين، شوفوا شحال الزياده اللي زدتها. كون بغيت نزيد بندانة عريض شغل القياس تاع اليدين نزيدو عريض باش نجيني هاديك شغل بومبي. هاو ليك هنا هاديك الزيادة اللي عرضتها في تاع الإبط واحد 2 سنتيم، مع خليت قياس الخياطة هي هنا حتى تعرف لتحت، وهاهي عندنا اليد. ومازال باقي عندنا القماش، هاو مازال باقي هنايا نقدرو نديرو منو تاع الكول، ولا بغينا نديرو كشما كشغل كرافاتا ولا، يعني مازال باقينا القماش كيما وريت لكم في الورق كيما راكم تشوفوا باقي لي. هنا القماش تاعي كيما راكم تشوفوا مطوي على اثنين، هذه اليد اللي من فوق واللي من تحت. ودوك نشوفوا باقي العمل ان شاء الله بعد ما نقص اليد. اصدقائي بغيت نقول لكم حاجه، بعد ما قصيت وكل شيء راني موت ديت هذه دي، يعني ضغط هذه اليد ضغط وهذه غوش. بالنسبه لهذا القماش يعني فصلت سوا بالطول بالعرض كل شيء، كل شيء راه يتكسل يعني ما عنديش مشكله. هنا راكم كيما شفتوا هنا راه هذا بالعرض راح نفكسل كامل لكم بلي يتكسل من جهتين. شوفوا هذه جهة العرض راهي تتكسل، جهة الطول ماشي تتكسل بزاف شوية ماشي حاجة، وأكيد جهة البيت تتكسل تخي تخي بيان. دونك ما عندناش مشكلة في هذا القماش. بالنسبة لليدين يعني اليدين راهم مفصلين على الجهة تاع الطول، وهاد الجهة هنا تتكسل مش حنجينا في هاد اليدين. دوك نروحو لطريقة العمل في على فتحة الصدر. بالنسبة للصدر يعني هنا حكمت بليزيفانكل باش ميقعدش يبوجي. هنا في بالنسبة هنا باش نهبط نفتح القماش تاعي هنايا واحد 15 سنتيم،
كما راني درت هنايا. الا بغيتو حددوه باش يبان لكم تفتحوا تهبطوا بهذا القياس هنا حتى تحكموا المتر تاعكم، تهبطوا واحد واحد الكام سنتيم دوك نفتحها نرجع لكم ان شاء الله. شوفوا معايا الان بعد ما هبطت بهذا الكام سنتيم كما قلت لكم مفتوحه في الوسط، دوك هذيك الكام سنتيم عند هذه النقطه نجيب المتر تاعي نمشي من جهه العرض ندير نقطه عند 1 سنتيم ندير بهذه الطريقه. شوف هذه هي النقطه التاليه تاعي تاع كام سنتيم، هنا نمشي ندير نقطه عند 1 سنتيم. دوك نديرهم النقاط باسكو ما نقدرش نخدم مع الطابلات بعدا، دوك نديرهم ونرجع لكم ان شاء الله. شوفوا معايا واش درت من هذه النقطه هذه تاع 1 سنتيم كملت، مشيت هنا بواحد 1 سنتيم مشيت منها من جهه اليمين 1 سنتيم من جهه اليسار 1 سنتيم وهبطت على هذه النقطه ب 1 سنتيم وهبطت على هذه النقطه ب 1 سنتيم. بعد وصلت بين هذه النقطه والوسط اللي هبطت عنده ب 1 سنتيم وهذه النقطتين هذه، دوك راح هنا فتحت حتى لهنا، راح نزيد فتحه هنا وفتحه هنا، دوك نقصهم ونرجع لكم ان شاء الله. هنا بعد ما فتحت هذوك القصات اللي قلت لكم دوك واش راح ندير لي شيت اللي بقاولي، نجيب قطعتين يكون طولهم واحد 20 سنتيم باش نغطي بها هذا المكان 20 سنتيم، والعرض ندير واحد 4 سنتيم يعني واحد 1 سنتيم هكا 1 سنتيم ترجع. قطعتين كما قلت لكم طول 20 سنتيم 20 ل 19 سنتيم والعرض 4 سنتيم، نحددهم على طوال الكولونت ونوري لكم شراك كيفاش راح نكمل العمل هنا باذن الله. هما القطعتين اللي قلت لكم عليهم. بالنسبه للعرض حددت واحد 6 سنتيم لانه 4 سنتيم جاتني غير دقيقه بزاف. شوفوا 4 سنتيم حتى لوين طيح 3 سنتيم حتى لهنايا لو جاتني دقيقه بزاف لانهم هما راح يتطواو على اثناء بهذه الطريقه. دوك الا درت 4 سنتيم تجيني دقيقه بزاف على بها خليتها واحد زدتها واحد 2 سنتيم. دوك نحدد معاكم كيما قلت لكم لاطوال كولونت كي نركبهم راح يركبوا كيما هكا هكا يعني راح يولوا واحد 3 سنتيم. دوك ندير لكم شراك كيفاش نعاودوا نخدموا لا دوبلور تاع الامام والخلف ان شاء الله. بالنسبه للجهه الخلفيه شوفوا انا فات لكم تيسو باش يبان ها هو. واش راح ندير نحط الجهه الخلفيه تاعي بهذه الطريقه على يعني الشيت والشات اللي من القماش، نرسم هنايا الرقبه تاعي كامل ونهبط حبينا نديرو دوبلور غير صغير نهبط غير من هنايا من تحت نرسم هنا هذه الجهه الرقبه، بعد نهبط هكا هنايا هكا شويه شوف دائري. اذا بغيت الدوبلور يغطي لي حتى الكتاف دونك نلحق الكتاف هنا ونمشي معاه كامل من الكتف حتى الكتف دونك اللي تساعدكم. انا بغيت نديرها من الكتف للكتف مازال باقي عندي شويه قماش، دوك نرسمو ونقطع لهاد الدوبلو نعاود ندير لكم شلا كيفاش نديرو الدوبلو تاع الامام ان شاء الله. بالنسبه لقطعه الامام ولا للصدر شوفوا كيما راني حاطه هنايا حكمت بلي زيبانكل ونرسم كيما درت الخلف الدوبلو تاعي من هنا نهبط هنا كشويه هبطت شويه نرسم كامل نمشي هنا هنا كي نلحق الوسط نرسم خط في الوسط خدش نقطع ثاني دوبلو هنا لداخل. شوفوا انا رسمه هنايا خط هاوليك هنا خط يعني نقطع هنايا ونكمل لهنا وحتى لهنايا. هنايا دوك نقطع الدوبلو تاعي من هنا حتى لهنا الوسط يعني الدوبلو من الخلف، وهذا تاني من هنا من هنايا هكا شويه حتى الوسط دوك نقطعو ونرجع لكم. كان نقطه تاني للدوبلو سول تاع الامام ولا تاع الخلف في زوج حددوهم بلا طول كولونت وان شاء الله نكونوا هكا كملنا التفصيل. بقات غير الكرافاتات تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، انا باقي لي القماش شوف باقي لي شي تقدر كاع نستغلهم. دوك نشوف كيفاش ندير لها كرافاته ونرجع لكم باذن الله. الان بالنسبه للبياسه تاع الكرافاته شوف انا درت قطعه رسمه هنا بقلم رصاص العرض حوالي واحد 9 سنتيم والطول درت واحد المتر و10 دونك نتوما ديروا الطول كيما بغيتوها طويله ياسر هي هادي كشغل مويا ماشي طويله ماشي قصيره. الا بغيتو ديروا الكرافاتة ما كلها ديروا الدوبلور، ما بغيتوش ديروا الكرافاتة ديروا الدوبلور يعني هادي في بلاصه الدوبلور راح نخيط فيها الجهه تاع الامام والخلف كيما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاعها. دونك نقصها الا بغيت زعما تجيني هاد الجهه عريضه كي نطويها على 2 هادو يجوني قطعتين كي نطويها على 2 نحاول ان ندير واحد الانحناء صغير هكا في ناحيه الوسط هكا نديروه ناحيه الوسط الا ما بغيتش انا هذا يعني الشكل اللي يساعدكم ديروه. هاو الشكل اللي تحصلنا عليه بعد ما قصيت القطعه تاعي كما قلت لكم الا بغيتها تجيني واسعه من الجانبين وضيقه في الوسط نطويها على 2 كما درت هكا هنا قطعتين تحت قطعتين نحطها على 2 هكا نتاكد بلي راني سويتها مليح مليح ونجي شغل نخليها من هنا عريضه نبدا نضيق بشويه شويه شويه ما نضيقهاش ما نوصل هنايا
ضيقها هكا شوية هكا، يعني احنا تكون هنا هكا وتبدأ توسع حتى تلحق هنا. دونك الشكل اللي يساعدكم، انا لا ضيقتها، نضيقها غير شوية ماشي حاجة. دوك راح نكمل نقص هذه غير شوية نرجع لكم. دوك كملنا التفصال، دوك نروحوا ان شاء الله للخياطة ان شاء الله. كما راكم تشوفوا ها الجزء اللي نحيته نقصته، هنا حجينا عريضه من تما ضيقت شويه. نحدد كل قطعه وحدها مع لاتوال كولونت باش تشد روحها. هنا مزوج قطع، كل قطعه نحدد عليها لاتوال كولونت نفس القياس، ونروح ان شاء الله نخيطوا القطع ان شاء الله. بشوف معي اصدقائي، هنا قلت بتحديد هادو القطعتين تاع تاع الكرافته بلاتوال كولونت، حددتهم وقصيتهم سوا سوا معايا تاعهم كامل. هادو زوج قطعتين على الطول تاعهم حددتهم بلاتوال كولونت. وايضا هادوك القطعتين البندانتين اللي قلت لكم تاع الامام، اني حددتهم لصقت لهم بلاتوال كولونت، وبعد عند المنتصف حددتهم. هاي القطعة الثانية لازم نحددهم على المنتصف باش يعطوني هاد الفورم كما راكم تشوفوا. دوك نوري لكم ان شاء الله كيفاش نعاودو نبلاصيوهم مع مع الصدر، قطعة الصدر كيفاش نخيطهم ان شاء الله. الان راح نوري لكم ان شاء الله كيفاش نبلاصي هادو القطعتين مع هاد الفتحه اللي راهي هنايا، اللي هي كما قلت لكم نفس هاد الفتحه اللي درتها في هذاك الحجاب الغوز اللي كان تمحالي الفقره تاع الطرز تاعو، عفوا تاع التفصيل تاعو. دونك راح نعاودها لكم هنا باش تفهموا معايا اكثر. شوفوا هاي فتحه تاع الصدر، وهاي البلاصه وين فتحت البلاصه تاع لي بوطو. نفيكسي الكاميرا باش تفهموا معايا اكثر كيفاش حندير. شوفوا راح نحط هاد القطع من الراس هنايا قد قد. شوفوا الفتحة راهي هنا، الفتحة راهي من هاد الجهة، والطية اللي طويتها راهي من هاد الجهة هنا. دونك نحط قد قد معاها هنا، فيكسيهم كاع هادو بلي زي بانكل. راح نخيط واحد، نخلي واحد الان سنتيم هنايا، يعني راح نرسم الخط هنا واحد الان سنتيم. الخياطة تاعي الا تلفت لكم خيطوا شغل فيكسوها هنا بالبليزي بانجل، روحوا خيطوا من جهه اخرى باش الخياطه نتاعي تكون تنتهي مع هاد النقطه اللي راني زدتها هنايا هادي قد قد هنا. الا تلفت لكم دوك نحكم بليزي بانجل ونوريكم اكثر. شوفوا معايا هنا بعد ما فيكسيت البليزي بانجل على الوجه تاع الصدر، كيما قلت لكم نمشي بواحد 1 سنتيم ونخيط هنا حتى نوصل نقطة هنا راني حددتها. سينو لا زعما ما بانت لكم الشريحة خفتو تغلطو، اقلبوها من هاد الجهة وخيطوا واحد 1 سنتيم حتى توصلوا لهاد النقطة هنا ماشي لي هنايا وين كان الفتحة. شوفوا وين كان الفتحة اللي وريتها لكم قبيلة حتى لهنايا، خيطوا بنفس الطريقة. تجيبوا القطعة الأخرى وتحطوها من الجهة الأخرى هاي بنفس الطريقة كيما حطينا هادي، نحطو هادي هنا تاني نفكسيوها هنايا هكا من الفوق ونخيطو بواحد 1 سنتيم كامل حتى لهاد النقطة اللي هنايا، هادي الفتحة اللي فتحتها. دوك نخيطهم نرجع لكم إن شاء الله. بون شوفو معايا الآن بعد ما خيطت هادو هنايا بواحد 1 سنتيم، هادي الطريقة كيما راكم تشوفو. دوك واش راح ندير، راح نقلبهم لداخل، نجيب هادي هكا ندخلها هنا هكا، ونجيب خوتها كيف كيف ندخلها هنا، بحيث أنو لازمكم تراعيو بلي لباس تاع النساء اللي فيه لي بوطون القفالي تجي الجهة اليمنى فوق الجهة اليسرى. دونك هذه هي الجهة اليمنى. هنا في هذه المرحلة بعد ما دخلتهم نروح نحددهم باش ما يتفكساولي بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. كما دخلتهم بحيث انه تجي الجهة اليمنى فوق اليسرى، نحددها ونرجع لكم ان شاء الله. شوف معي الان بعد ما حددتهم، هاي هذه الجهة اليمنى فوق الجهه اليسرى بهذه الطريقه. هاي هنايا هذوك دخلتهم هنا، دونك نقلبها. شوفوا كي نقلبها واش نلقى، هاي هنايا هذه الجهه اليسرى تحت اليمنى. واش ندير، نجيب هادو القطعتين هنايا ونجيب هذا المثلث الصغير ونروح نخيط هكا هنا، يعني نروح لماكينه الخياطه بهذه الطريقه نخيط هنا بحيث انه هاد هاد المثلث يقفل على هادو. اكيد راح نسويهم، نحط وحده فوق وحده، راني هذيك القياسات ديتهم قد قد. راح نخيط هنايا ونرجع نوري لكم كيفاش خرجت معايا هاد النتيجه نظيفه. الان راكم تشوفوا معايا بعد ما خيطتها هنا سيبو، يعني حكمتها هنا بلي زيبانغ باش ما تقعدش تتحرك،
شوفوا هنايا هاد القطع يا اخي، كنت دايت قلت لكم في اللون ديالها 4 سنتيم وسديت العرض 3 وشوفوا شحال جاني ضيق، كنت درت 4 جاتني هكا ضيق جاتني قصير. دوك نقلبها من اللور نوريلكم هاي الخدمة تاعها نظيفة من اللور. هنا هاد هادو لي شاطو هنايا، هاي الخياطة تاعي منين درتها، انا حددتها من قدام باش ما تجينيش باش ما تخربليش. دوك هنايا غير ندير لها السوفيلاج وخلاص، هذا مكان هاين من الامام نظيفه. وهاد البلاصه اللي هنايا راح ندير لها ان شاء الله لي بوطون، ندير واحد ثلاثه. دونك واش راح ندير، بما انه مانيش رايحه ديسيديت باش ما نديرش لا دوبلور، ندير هذيك القطعه تاعت اسمها الكرافاتا. دونك واش راح ندير، راح نفك نحكم الكتفين مع بعضهم بلي زيبانكل قبل ما نخيطهم نديرهم لكم، واليدين تاني في الحواشي تاعهم، والقطعة تاعت التحت راح نفتحها من الجانبين باش تكون عندي الخياطة مساوية، يعني شغل من هنا مع بعض خياطة لتحت، وهنا تاني يعني الجانب الأيمن والأيسر نحنك تاع في لا جوب كلوش باش ما مش عندي الخياطة يعني فقط في الوسط ولا الخلف. راح نديرها معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة بإذن الله. نحكم لي زيبان قلت نوريكم قبل ما خيط بإذن الله. شوفوا معي أصدقائي هذه لاجوب بلوش، أنا قطعتها من الجهتين، كيف فصلت معكم كانت جهة مقطوعة جهة مش مقطوعة، قطعتها من جهتين. حكمت بلي زيبان قلت في الكوتي سواء جهة اليمنى ولا اليسرى كما راكم تشوفوا. أنا راني حكمتها باش ما تطيحليش، كاني دايرة بالريسك هكا. راح نخيط هنا كامل من هاد الجهة حتى لتحت، وهذه كامل من هنا نهبط حتى لتحت، وندير لها السوفيلاج كيف كيف مع جهة الجهة العلوية. حكمتها تاني بلي زيبانكل، نحكم بالكتاف في زوج، هاملك الكتاف نخيطهم، وزيد نحكم لي كوتي حتى لهنا، هاد الكوتي تاني حتى لهنا، وندير لو السوفيلاج. واليدين كيف كيف طويتهم على اثنان بهاد الطريقة كما كنتو تشوفوها، اليدين طويتهم على اثنان ونخيطهم كامل هنايا لهاد الجهة فقط. هنا مازال منخيطش حتى نوريكم ان شاء الله كيفاش نبلاصيو. هاي اليد الأخرى كيف كيف هاهم، نخيطهم كامل وندير لهم السوفيلاج. وكي نكمل اليدين فوق هنا نحددو نكرونطي هنا الفوق سوا في اليدين، ونزيد نكرونطي الوسط تاع هنايا تاع الرقبة من جهة الظهر، هنا نكرونطيها باش نوريلكم ان شاء الله من بعد كيفاش كي نجيو نركبو الكرافاتا كيفاش لازم طيحنا سوا مع الوسط باش ما يصيرلناش ديكالاج. دوك راح نخيط وندير السوفيلاج ونرجع لكم ان شاء الله. بون اصدقائي هنا بعد ما كملت خياطة تاع جوب كلوش درت لها السوفيلاج، شوف معايا انا درت هنا السوفيلاج وزدت لها السوفيلاج كاع من تحت باش تبقى لي غير بلاصة تاع الكفة. دوك هذا يدخل مع الكفة، هذا بالنسبة لها جوب كلوش. هنا خليته راح نبلاصيه مع الجهة العلوية. هنا ايضا اليدين انا درت لهم السوفيلاج كامل، حتى دوت عليهم السوفيلاج من هنا كيف كيف، هاهم اليدين في زوج هاهم. وهذه الجهة العلوية تندرت لها السوفيلاج اللي خيطها من الأكتاف ديك وسوفيليتها كامل. دوك نروحو نشوفو كيفاش نبلاصيو الكرافاتا ولا هداك اللي يجي من الفوق. هنايا أنا نشوفو في الوسط هنايا كرونتيس كرونتاج صغير باش نعرف روحي كيفاش نبلاصي القطعة العلوية. دوك نجيبها نوريكم كيفاش نبلاصيها إن شاء الله. بالنسبة لهاد القطعتين اللي كنت قلت لكم باش ندير بهم كرافاتا، يعني حددت لهم الوسط ودرت لهم كرونتاج صغير، شوفوا كرونتاج غير صغير هنا تاع الوسط. واش راح ندير، نحكم اني وحددتهم كما قلت لكم مع لاتو الكرونت. راح نقلب هذه بهذه الطريقه للوجه هنايا، نحطها نحط الوسط نتاعها الوسط نقابلو مع الوسط تاع الكول تاعي من الخلف، نحطوه كما هكا ونزيد عليها هذه هنا في الوسط هنايا، ونمشي هنا كامل نحكم بلي سيبانجل ونزيد ندور. دوك نحكمهم ونرجع لكم ان شاء الله. شوفوا معايا كيفاش بلاصيتو، انا بلاصت لكم الجهه وجهه ما بلاصيتهاش، نعاود نفهمكم. ها هي البوندانا اللي راح نديرها كرافاتا يا اخي، هي فيها زوج قطع، القطعه الاولى حطيت الوجه على وجه القماش، والقطعه الثانيه حطيت الوجه على ظهر القماش من هنايا وبلاصيتهم. خليت القطعة العلوية تاعي في الوسط وبلاصيتها كامل ودولتها مع رقبة هاهي كامل، هبطت عليها ومشيت معها كامل هكا بلي زيبانكل حتى لتحت هنايا، يعني الخياطة تاعي راح تكون من هنا تبدا
من هنا تمشي كامل معاها كامل الدور كامل حتى النقطة الأخرى، ومن بعد نعود نقلبوها باش نفينو الخدمة نتاعنا. دوك راح نكملها كامل نخيطها ونرجع لكم إن شاء الله. بون شوف معي أصدقائي دوك بعد ما خيطتهم، هاي الكبلاصة أنا خيط قلت لكم خيطتها هنايا، دوك راني كانوا مخيطين هكا هنايا عاود رجعتهم هنايا هكا، ولازم دوك نكتل هاد الشي كامل بالحديدة. الا ما كانتش عندكم الحداده ولا فور باسي سي ديرو سور بيكور هنا برك. كيما قلت لكم في واحد الفيديو تاع لي بيد بيش ولا الارجل الضاغطه، كان واحد هذا الجلد الضاغطه اللي تاع لي ديبيتون تبين لك هذوك الخطوط كيفاش دايرين. دونك الا ما كانش عندكم الحداده خيطوا هنا دقيقه. دوك انا راح نحددها، وقبل ما حددتها نوري لكم حاجه. شوفوا معايا هنا كي تكملوا كامل الخياطه تخرج لكم هذه هنا شغل هذا الكوان هنايا. شوفوا كاينه طريقه باش ما تخرجش لكم الشمبانيه، نوريها لكم فيكس الكاميرا. كاينه طريقه، شوفوا شفتوا هاد الكون اللي راهي هنايا، طبقوها هكا على هاد الخط هنا، هاد الخياط اللي راهي هنا طبقوها هكا، وتعاودوا تجيبوا تطبقوها على الخياطه الثانيه اللي راهي هذه اللي هنايا، طبقوها هكا وتحكموا بصبعكم هاد الكون اللي خرجت وتطبعوها باش تخرج من الجهه الاخرى. هنا صبعكم هذه عفوا راهي تحلت لي، نعاود نسيي هكا نديرها هكا ونحكم هذه هنا ونطبعها بالابهام تاعي وها نخرجها هنايا ونسيي. نبدا ندير بالمقص يكون راسو دقيق ولا شي حاجه ولا اي حاجه عندي راسها دقيق، نبدا نطبعها حتى تخرج هاي هكا هنايا نطبعها حتى تخرج هاي هاي خرجت. هذه استعملت هذا المقص اللي راسو دقيق، هذه استعملوه ياسر في البرودري ولا الطرس. اذا هاد الطريقه جاتكم صعيبه وما خرجش لكمش وقف لكم ما خرجش لكمش هكا وقف هنايا، كاينه طريقه اخرى هي انكم شوفوا كيما درت هاد الجانب هاد ديك الكوانه تقصوها، هذيك اللي كانت خارجه هنا تقصوها وتقلبوا عادي وتعاودوا تخرجوا الراس هذاك بمقص ولا حاجه تكون راسها حاده بهاد الطريقه، تدخلوا وتبداو تخرجوا في الراس ها هي هو يخرج لكم الكوانه تخرج لكم واقفه، وعاودوا فوتوا عليه كامل توتوتور كامل بالسور بيكور. قبل ما تفوتوا سور بيكور عفوا لازمكم تخيطوا من داخل هنا. دوك انا بعد ما خيطت هاد الخياطه هنا وقلت لكم راح نحدد باش يخرج لي اللي هو كامل ونعرف كيفاش نخيط، ومن بعد المره الزوجه راح ندخل هذا هكا هنا، راح نطوي هذا لداخل وهذا الثاني لداخل، يعني راح يجي هكا ونخيط عليه سيغ بيكور. دوكا باش ما تتلفها لكمش نحدد ونرجع لكم ان شاء الله. معي الان بعد ما حددت القطعتين خرجت كاع الخياطه اللي هنايا هكا كامل، راني حددته من هاد الجهه تاني من هنايا، يعني كامل الخياطه دخلت لي هنايا. دوكا واش راح ندير؟ كيما قلت لكم نطويه هكا شويه 1 سنتيم من الداخل، وهذه من تاني 1 سنتيم هكا، نشدو ونروح نخيطو. قبل ما نخيطو اكيد لازم نحكمو بليزيبانكل سينو نحددو قبل ما نخيطو، ونرجع نوريه لكم ان شاء الله. شوفو العين الان بعد ما حددتو من الداخل، شوفو هاوليك هكا باش يسهل عليا حتى الخياطة سوغ بيكور. كيما قلت لكم هنايا نبدا من هنا ندخل هذا الراس شوية هنا باش ما يكونش خارجي، فوالا هكا نحكم كاع بليزيبانكل وندور عليه كامل سوغ بيكور هنايا بغابغ كامل كما راكم تشوفوا. ونكون هنايا اني انهيت هاد الجزء اللي هنايا اللي الفوق، تبقى لي برك كيفاش نركب من بعد نوري لكم اليدين كيفاش نقاسي هاد القطعة العلوية مع القطعة السفلية بإذن الله. تابعوا معايا الفيديو للآخر إن شاء الله. بون الآن أصدقائي شوفوا معايا بعد ما خيطت هاد البندانات هاد الكرافاتة وحددتها وفيني تاع كاع، هاي كيفاش خرجت شوفوا هاديك هنا برك في الحديده راهي تكمشت لي شويه هنايا. دوك واش باقي لي ندير في هاد القطعه تاع العلويه، راح نوري لكم شرا كيفاش نديرو لي بوطونيير وكيفاش نركبو لي باطون. هاي شوفوا يعني سوا سوا جاتني عند الخصر كما راهي مبين هنايا، هنا قبل ما بلاصيت لها اليدين وقبل ما بلاصيت الجزء السفلي نروح ندير لي بوطونيير. دوك نروح الماشينه تاع طريزا ندير لي بوطونيير ونوري لكم خطوه بخطوه ان شاء الله. شوفوا معايا اصدقائي هنا قبل ما رحت لمكنة الخياطة باش نخيط لي بوطون ولا ندير فتحات لي بوطونيغ، لازم اول حاجة نرسم ندير القياس تاعي. دونك انا بغيت ندير غير ثلاثة تاع لي بوطون، درت القياس هنايا هما فيهم واحد 1 سنتيم والقياس بيناتهم درت واحد 5 سنتيم هنايا،
وصمت خط باش هذا في هنا 0.5 وهنا 0.5، هذا على بالكم 1 سنتيم، باش نعرف وين راح نحط البوطون تاعي. دونك لازم اول حاجة نحدد المكان، ومن بعد نروح لماكينة الخياطة اكيد بالاستعانة بلي بوطون. في ماكينة الخياطة لازمت لي البيد بيش تاعت لي بوطون اللي هي هذه كما راكم تشوفوا. اول حاجة لازم نفتح نحط البوطون تاعي في هذا المكان المخصص تاعها، نحط البوطون ولا القفلة ولا الزف في المكان هذا اللي هنايا واللي هنايا ونزير عليه. لازم تكون البوطون تاعي محكومة تخي تخي بيان باش نقدر نخدم. هاي البوطون راهي محكومة، نروح لرجل نبلاصي رجل داغيطا، نحط البوطو هنا في المكان تاعها ونهبط البيد بيش هادي باش تتبلاصا تتبلاصا. فوالا هاي تحكمت. دوك هنا واش راح ندير قبل ما درت البوطو؟ واش راح ندير؟ راح ندير الماكينة تاعي على الغرزة تاعت لي بوطون. عندي الغرزتين يعني السريعتين عندي هادو زوج، سينو نخير من هذا المكان. ها عندي كامل هادو تاع لي بوطونيير، انا بغيت ندير هادي السامبل برك. دونك راح ندير هكا بلاص عليها تروح ديريكت تخدمها. راح نديرها باتي باش تشوفوا معايا ايطاب باغ ايطاب. وهنايا في التحت قبل ما بديت لازم نهبط واحد الكيلو واحد العفسة سبيسيال تاعت لي بوطون. لازم نهبط هاد السين تكون بين هنا في هاد المكان. شوفوا نجحها هاد السين هادي لازم تكون بين هاد الدرجتين هادو. هادي شوفوا عندي زوج درجات هنا، هادي وهادي. دونك هادي كنهبطها باش كي تبدا تخيط لي بوطون ولا البوطونيير تمشي وتعاود ترجع. كما درتش هادي تبدا غير تمشي 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 ما تحبسش. اول حاجه راح نرفد البيد بيش تاعي، نحط ندخل القماش تاعي هنا بسم الله غير بسياس وشد لي مع الـ مع الـ مع الاسنان ندسو بسياس برك بالطريقه نوصل البلاصه اللي راح ندير فيها نبدا من هذه هي الاولى بسم الله. فوالا حطو قد قد مع الفتحه الاولى اللي راح نديرها. نهبط البيد بيش تاعي ولا عفوا نهبط بعد ما هبط البيد بيش نتاكد مليح مليح بلي راني في المكان الصحيح. فوالا دوك نهبط الابره تاعي بلاصيها بسم الله ونبدا على بركه الله. نبدا نخيط في البوطونيير الاولى نتاعي بسم الله، نخليها تخدم وحدها كما راكم تشوفوا. مع كي درت لها بطنت هذا المكان تاع البوطونيير بطنته بال لا توال كولونت راح تسهل عليا اكثر في الخدمه ان شاء الله. دونك نخليها حتى تكمل. دونك نخليها حتى تكمل ونرجع لكم النتيجه ان شاء الله. شوفوا معي اصدقائي هنا بعد ما كملت بلاص درت لي بوطون البوطونيير. دوك نفتح بواسطه الديكوفيت ولا طلطاق كيما نقولوا له، نفتح حتى الاخر بالعقل بسياس ثاني نلحق التالي بسم الله هكا. فوالا هكا نفتح، ما لازمش نتوشي نمشي غير في الفتحه الوسطانيه ما لازمش نتوشي الحواشي باش ما يسقطوليش. بهذه الطريقه نزيد فوالا. دوكا راني كنت بلاصيت لي بوطون هنا بواسطه اليد اكيد كل وحده في بلاصتها، هما بلاصيتهم بيدي درت حكمت كبه عفوا ابره خياطه كنت وريت لكم في ادوات الخياطه ودت لها فستها الخيط. هنا الخيط راهو على ربعة، استعملت هذيك الابرة تاعت اللي قلت لكم اللي فيها زوج فتحات، فيها فتحة تاع اللي يشوفوا عادي وفتحة اللي ما يشوفوش مليح. يعني كنت وريتها لكم في ادوات الخياطة ديالها كيما هكا فيها زوج فتحات كيما موضح هنايا. دونك كل فتحة درت فيها خيط باش نستغل الوقت ما نقعدش كل مرة ندير نعاود. ودت لي بوطون لي بوطون دوكا بعد ما فتحت لهم الفتحات تاعهم سي ندخل كل زيت في المكان تاعو هاوليك. دوك ندخل كل زيت في المكان تاعو ونحطها لكم على الماكا باش تشوفوا كيفاش خرج لي الجزء العلوي ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هم لي بوطون بعد ما ركبتهم في كل وحده في الفتحه تاعها. وبالنسبه للكرافاطا دوك كل واحد كيفاش بغى يربطها، انا دوك نربطها على طريقتي ونريها لكم. من بعد ان شاء الله نروح نبلاصي اليدين والتحت ان شاء الله.
وبالنسبة لليدين شوفوا هنا في الفوق كاع الأعلى تاعو أنا درت له كرونتاج في الوسط كويت اليد على الإثنان، كنا نحطها معاكم تشوفوا معايا كويت اليد على الإثنان كيما راكم تشوفوا هاي على إثنان، هنا في الوسط هذا هاي مطوي هنا على إثنان كامل اليد كامل شوفوا حيل تحت تاعها، وهنايا الفوق كامل طويت على إثنان درت له كرونتاج باش نعرف هاوليك هذا الصغير راكم تشوفوا فيه هنايا هذا باش نعرف كيفاش نبلاصيها مع الوسط تاع الاكتاف. شوفوا الكرافات انا درتها كيما هكا وانتم الشكل اللي يعجبكم، بغيت ندير هذيك السيره الاخرى طويله وكاع في دوكا في البلاصاج تاع اليدين راح نقلب هذا القماش ونوريكم ان شاء الله كيفاش نقلبوا لنبلاصيو اليدين ان شاء الله. بالنسبه للبلاصاج تاع اليدين راح تقلبوا الجزء العلوي هذا كيما هو وتجيبوا اليد تاعكم على الوجه تاعها وتدخلوها هنا، شوفوا الدخله من هنا على الوجه وتبداو ها تخرجوها من هنايا تبداو تبلاصيو كيف تبلاصيو اليد. شوفوا تجيبوا الخياطه اللي راني خيطت ديجا قلت لكم خيطت لتحت تاع اليد هذه هنايا هاد الخياطه تحطوها مع هاد الخياطه اللي هنايا هذه اللي تحت، شوفوا هاد الخياطه اللي هنا راني دايره خياطه دايره السفلى لتحت تخيطوها مع هاد الخياطه اللي هنا وتبداو تحكموا بلي زيبانغل ومن بعد هذاك الشيط كاع تلوحوه عندكم الفوق. دوكا نحكمها بلي زيبانغل نوريكم ان شاء الله قبل ما خيطت. شوفوا معايا اصدقائي هنا بعد ما بلاصيت اليد كما قلت لكم حطيت هنا الخياطه على الخياطه كما راكم تشوفوا الجهه تاع التحت ولا الجهه العلويه يعني قصدي الصدر الامام والخلف طبقت رجعت على دقت على هذه الجهه وتاع اليد دقت على هذه الجهه الخياطه راهي شوفوا جوست فوقها، ومن بعد مشيت حكمت كاع بلي زيبانغل، ومن بعد هذاك الوسط اللي كرونتيتو حطيت الراس مع الراس هنايا الوسط حطيته قد قد مع هذه واللي بقى لي لي شاط لي بعد ما بلاصيت هادو لي تبقى هنايا درت له دي بتي بلي شوفوا معايا عام دي بلي صغار رقدت وحدين على هاد الجهه والاخرين على هاد الجهه يعني خالفتهم ودوك راح نخيطهم ان شاء الله. وبالنسبه لليد في الاسفل حبيتو تخلوها عريضه انا درتها شويه عريضه وبغيتو ديروها ديروها اسمو ديروا لها السيك دوك انا درتها شويه عريضه دوك راح ندير لها كفه وندير لها لاستيك لداخل كما قلت معكم هذاك السروال على دار ولا البنطلون على دار السروال على الدين دونك اللي تساعدكم. انا راح نخيط اليدين هنايا نخيط لي منشور ومن بعد نعاود نرجع لكم باذن الله. اصدقائي شوف معايا بعد ما خيطت اليد هاليك لي بلي اللي قلت لكم خرجتهم هنايا درتهم باش تخرج لي بومبي هنا كيما على بالكم ماكا ماشي القياس تاعي راهي اقل ما تبانش مليح بصح راهي تبان كنت تلبس بنوا دوك واش بقى لي كيما قلت لكم قاد لي غير ندير الكفه هنا في اليد كفه وندير لها لاستيك لداخل كيما درت في السروال الادا ولا البنطلون الادا وبلاصي تاع لتحت عادي هنا تاع لتحت راح نطوي الوسط تاعي انا والكرونتي هنايا نكرونتيه نكرونتي اللور وكيف كيف لاجوب كلوش نكرونتيها كيف كيف الوسط ونبلاصي نحط الوسط مع الوسط وهادو الجناب تاع الخياطه نحطهم مع بعضهم ونديرهم لي زيبانغون راح نخيطهم موسوفيلاج وان شاء الله نوريكم اخر حاجه بقات لي ندير لكم النتيجه النهائيه تاع الحجاب كلوش تاعنا فبقوا معايا لاخر الفيديو. اي فالا فالا كما راكم تشوفوا هذا هو الحجاب تاعي الكلوش راه كمل كما راكم تشوفوا خرج روعه ما شاء الله والحمد لله صبرت ما حتى كمل. شوفوا هنايا الكرافاتة كيفاش جات بغيتو كما قلت لكم ديروش كرافاتة تجي هذا لداخل ديروا له الدبلور كما بغيتو هامل الفتحات تاع الاقفال هاي اللي قلت لكم كي تلبس تبان هكا بومبي من تحت بغيتو ديروا لها العفسه هذه تاع البلاستيك انا درتها كيما درت السروال على الدين بنطلون على هذا يعني شغل خيطت هنا كامل من داخل ومن بعد دخلت اللاستيك ربطتو وخيطتو. الا بغيتو ما ديروش هاد العفسه ما ديروهاش لازم بغيتو اليد تجيكم واسعه انا في الخطوات انا درت لكم خطوات تاع يد قبل ما نخيطها محددتها ولا بغيتوها بلاستيك كما بغيتو من تحت هاوليك شوفو فوالا جاي الكلوش ما شاء الله حددت كل شيء. نتمنى انه يكون نال اعجابكم وتجربوه ويخرج لكم روعه. اذا يعجبكم هذا الفيديو عجبكم التطبيق هذا ديروا لي بيك بيك لايك وما تنساش تشتركوا في القناه بالضغط على زر سبسكرايب وابوني واشتراك وشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم واحبائكم لتعمل فائده ان شاء الله. واي اقتراح اي راي اي انتقاد بناء مرحبا به ان شاء الله هنا تعلقوا وتفيدوني ونفيدكم ان شاء الله باذن الله وانتظروني في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء.